صباح الخير على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج على المحور. أثناء تواجدنا اليوم على المحور لقينا أن أطفالنا بيشتكوا وزعلانين. طيب الأطفال زعلانين ليه؟ الأطفال زعلانين علشان كل يوم كانوا بينزلوا المدرسة بيخرجوا طاقتهم الكامنة في اللعب في البريك وفي كمان الأنشطة المدرسية المتنوعة. ولكن مع تفشي فيروس الكورونا ومع جهود الدولة للحفاظ على وحماية أطفالنا وحمايتنا جميعا تم تعليق الدراسة، ومع تعليق الدراسة تم غياب مؤقت للأنشطة المدرسية. عن أهمية النشاط المدرسي وأهمية وجود الأطفال في كل يوم ممارسة النشاط ودور الأم في البيت لتعويض هذا الغياب المؤقت، هيكون معنا النهاردة ضيفنا الأستاذة دعاء حسين الخبير التربوي، وكمان معنا الطفلة سما والطفل زين. أهلا بيكم. أهلا بحضرتك. بداية يا أستاذة دعاء، عايزة حضرتك تقول لنا إيه أهمية النشاط المدرسي بالنسبة للطفل؟ اولا اهميه النشاط ده ليه اهميه كبيره جدا. احنا ممكن ندخله في تعديل السلوك، احنا ممكن ندخله في المهارات الحركيه، احنا بيحفزنا على الطفل بذكائه، بنستخدمه في حاجات كتير. يعني احنا حتى لو في البيت بعد الكورونا طبعا ما خلاص مش بنقول ستوب كده، احنا مش بس بنستخدمه في المدرسه، لا في بيتنا. يعني الام ليها دور في تعويض جدا جدا جدا. ايه دور الام؟ الام دي بقى هي اهم حاجه، بنمسك طفلنا بنشوف هو عنده موهبه في ايه. في كل طفل بيبقى ليه موهبه، في موهبه غنى، في موهبه استعراضات، في موهبه تمثيل. طبعا دلوقتي اطفالنا كلها بقت موهبه تمثيل. أيوة، حتى بيمثلوا علينا احنا شخصيا. فاحنا بقى بنحفز، بقى بدايتنا بقى نحفز. طيب انت تعرف اقوم انا بقى، انا كمثلا كأم اقوم انا، طيب تعرف تلعب دور كذا، نجيب ستوري بقى من عندنا وهو يجسد حاجه وانا اجسد حاجه، وبننمي بقى. بتلاقي الطفل عنده تحفيز، بيقوم يا مامي طب انا هعمل كذا وانت تعملي كذا، تلاقي اشتغل معاكي في انواع الانشطه المختلفه. طبعا طبعا جدا. وتلاقي كله طاقه بقى، بدل ما هو يبقى قاعد ماسك النت دلوقتي وماسك الموبايلات، لا انا بوجهه في حته ثانيه، بشغل دماغه، بوظفه، بحرك المهارات الحركيه بتاعته، فبديله طاقه، بجري الدوره الدمويه بتاعته. لا هي كويسه بصراحه، انا بالنسبه لي يعني بعرف اوظفها الحمد لله. يا ريت كل ام برضه نفس الكلام تشتغل على ابنها. ما هو ده جاي رساله لكل ام، جاي رساله بس رساله لكل ام، وفي مفاجاه في اخر الحلقه. اهلا يا سما، ازيك؟ عامله ايه؟ كم سنه يا سما؟ I'm 10 years old. 10 years old. اخبار النشاط ايه؟ كنت بتستمتعي بالنشاط في المدرسه؟ ايه النشاط اللي كنت بتحبيه؟ التمثيل والغنى وال يعني كل ده كنت بطلع فيه الطاقه اللي انا عايزه، مثلا بحس ان دي اللي انا بحبها، حاجه اللي انا الوحيده اللي انا بحبها. يعني معنى كده بتعرف تغني؟ طب هتسمعينا ايه؟ عندي انا لسه صغيره دانس مونكي، وعندي يا بزايزه كيكي كيكي. واو، طب نسمع بقى انا لسه صغيره. يلا يلا انا لسه صغيره، قولي. ما انتش قد الحب يا قلبي ولا قد حكاياته، ليه عايزني من دلوقتي احكي لك روايته، مش كل كتاب يا قلبي في الحب يتقرا، انا قلت لك 100 مره، انا قلت لك 100 مره، انا لسه انا لسه انا لسه صغيره، انا لسه صغيره. حاولي تتعاملي من غير موسيقى، حاولي. أما انت عليك يا قلبي شوية أسئلة، وكل سؤال بيخلق في الفكر مشكلة، أما انت عليك يا قلبي شوية أسئلة، وكل سؤال بيخلق في الفكر مشكلة، عبلة وعنترة عملهم إيه علشان يقسى الحب عليهم، وحبيب ليلى اتجنن لي وليه الدنيا غدرت بيهم، ما تكونش بتسأل عنهم علشان تتعلم منهم، ما تكونش بتسأل عنهم علشان تتعلم منهم،
برافو واحنا قدهم. برافو، انت فعلا لسه صغيره. ها فعلا لسه صغيره. هاي يا زين، ازيك؟ اخبارك ايه؟ تعرف يعني ايه تعليق الدراسه؟ وقفوها. انت شايف ان ده كان ضروري؟ ليه؟ عشان صحتنا وصحه اهلنا. برافو عليك. طيب قولي بقى هواياتك ايه؟ الرسم. امسك المايك علشان الصوت، امسك المايك. المايك اهو. هواياتك ايه يا زين؟ الرسم. الرسم. اه. والقراءه. والتمثيل. التمثيل. التمثيل. المدرسه كانت بتدعمك في التمثيل، في النشاط التمثيل؟ اتكلم في المايك. ايوه. طيب هتورينا ايه النهارده تمثيل؟ مسرحيه تخاريف. استاذ محمد صبحي. اتفضل. وانا واقفه. انت واقف، اقف مكانك. المايك معاك عشان الصوت، ولا مش محتاج المايك؟ صوتي كده. اوكي، اتكلم في المايك. مفيش سامح. انا كنت داخل عشان اغير. ده مشهد ايه؟ ده مشهد بتاع استاذ محمد صبحي لما كان عامل فيها كاميرا جميل. بتاعتك ايه؟ بص، لما كان عامل فيها جميل. يلا اتفضل. مفيش سامح. انا كنت داخل. عندي صوتك. مفيش سامح. انا كنت داخل عشان اغير هدومي والبس هدوم الطقم، فلقيت ست قاعده. انت عارف ان انا بترفع على الحاجات دي خالص. فبصت لي، قلت يا وطن خالص مالكش دعوه بيها. فعملت لي ايوه هي بس. فمسيت وراي، قلت يا وطن خالص مالكش دعوه بيها. فجريت وراي، طلعت الدور الرابع، طلعت وراي. ذهلت يا سامح صوعك. قالت لي انت يا ابو كبيره. ما علينا يا سامح، ما علينا يا سامح. فرحت مسكاني من ايدي مدخلاني اوضتها، رحت قافله بالترباس يا سامح بالترباس. فرحت زقاني على الكنبه، قلت يا وطنس خالص مالكش دعوه بيها. فرحت جايبه فنجان القهوه، رحت دلقاها على الزكت، رحت مقلعاني الزكت. قلت يا وطنس خالص، شوف الست دي عايزه ايه. رحت جايبه فنجان الشاي ودلقاها على القميص، رحت مقلعاني القميص. قلت يا وطنس خالص، شوف الست دي عايزه ايه. راحت مسكاني من ايدي ومدخلاني اوضه تانية. ابنها حلو كده صغير. راحت مسكاني من ايدي، ثور عليا الثوف، لو ما سلبتش اللبن بالليل هتبقى زي عم الجرثون ده. برافو يا زين، برافو. معانا الدكتوره ولاء خاطر، خبيره التنميه البشريه واللايف كوتش. ازاي حضرتك؟ اهلا يا دكتور، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ صباحكم فل. الله يخليكي. موضوع شيق وجميل تتكلموا فيه. كنت عايزه اعرف يا دكتور، ايه يعني ازاي الام تكتشف ان عندها موهبه في البيت؟ مراقبه. اول حاجه تراقب. تراقب تاخد بالها اللي طبعا تاخد بالها الطفل اللي عندها ده شاطر في ايه، موهبته دي تكمن في ايه. هي ده كله شطاره من المراقبه. طيب احنا عاوزين بالنسبه للامهات دلوقتي والغياب المؤقت للانشطه المدرسيه، كنا عاوزين ازاي الام تعمل على تنميه اهتمامات طفلها ومواهبه في البيت دلوقتي، يعني تعمل ايه؟ تمام. هي تاخد في صدمها ده اول حاجه، وتبتدي تقرا له بقى قصص، تعلم منها بقى الصدق، الامانه، كل طباع حلوه دي تتعلمها في قصه، لان الاطفال بتحب تسمع قوي. أيوة. وخصوصا لو خدتها لهم في شكل قصه. أيوة. تمام. ده اول حاجه. دوايه في البيت ممكن تاخدهم هي بتخرج وهي بتتسوق، تعمل شوبينج، تعمل الحاجات دي كلها، بتعلمهم حتى ازاي يختلطوا بالناس، ازاي يتعاملوا بالناس. أيوة. ازاي يعرف يشتري، ازاي يعرف يبيع، فاهماني؟ ازاي يعرف يختار. شاركهم في العابهم. طول ما هم بيلعبوا في البيت تقول لهم انا عايزه العب معاكم حتى لو جيمز. أيوة. دي بتحسسهم ان في تعاون. طيب. وبتحس في روح كده حلوه ما بينهم، فبتقرب ما بينهم. ممكن تقول لهم عايزين نتعلم لغه جديده. أيوة. تمام. طيب. أيوة. يلا نتعلم لغه النهارده جديد، حتى لو اونلاين، ياخدوا كورس مع بعض، يلا ونبتدي. طب انت علمني، طب انا اعلمك، طب خد بالك النقطه دي كان فيها، لا اللانجوج دي لا، فاهماني؟ ايوه.
وهي حتى في البيت بتعمل اي اكله حلوه. تساعد الطفل ان هم يعمل في البيت اكله ولو حتى ان شاء الله بسيطه، فهو ده برضو بتبقى تنميه لقدرات الطفل فعلا. طبعا بتعلي من ذكائه. ايوه، وتوسع مداركه. طب يا دكتور، دلوقتي في سنتين، السنه اللي فاتت والسنه دي، في مراحل بره الدايره، يعني كان حظها سيء حبتين في الانشطه المدرسيه، وهي مرحله رياض الاطفال. طبعا السنه اللي فاتت والسنه دي نتيجه للجائحه الكورونا، ففي بعض الولاد ما كانوش بيروحوا المدارس، وبالتالي كان في حظر، ودلوقتي في تعليق للدراسه، وبالتالي غياب الانشطه. حضرتك كخبيره، يعني ازاي المدارس، او ازاي نقدر المدارس والام نعوض الاطفال دي عن النشاط اللي هم يعني ما مارسهوش في السنتين دول؟ لان طبعا حضرتك عارفه ان النشاط المدرسي اهم جدا جدا، خصوصا في مرحله رياض الاطفال. تمام. بص، ما فيش حاجه تقف، واحنا لازم نبقى عارفين ان كل الدنيا دلوقتي شغاله اونلاين وعلى النت. تمام. فلازم على قد ما تقدر تحاول تنمي المواضيع دي حتى من غير لعب، يعني مش كل حاجه لعب. ايوه، احنا ممكن ندرس عن طريق النت، وكل حاجه دلوقتي على الزوم، ودلوقتي على النت وعلى الفيس، وممكن تجيلي حاجات وممكن تتعلمي وتاخدي كورسات وبتدفعي، ما فيش اي مشكله، في حاجات مجاني فري كمان. ايوه، فدي كلها ممكن طيب حضرتك بقى توجهي كلمه لامهاتنا دلوقتي، امهات في البيت يعملوا ايه مع الاطفال، وكلمه بقى في الكام يوم دول والاجازه، اجازه نصف السنه على الابواب، الام تعمل ايه مع اولادها؟ تاخد بالها من ابنها او من عيالها. كل ام تاخد بالها من عيالها، حطهم كده في حضنها. دلوقتي احنا من كتر اللي بيحصل حوالينا والفيروس وانتشاره، ما بقاش فيه حاجه غير الحضن الدافي. طبعا ده اللي يطمن بيه الابن. طبعا، فاهماني؟ فده اهم حاجه، ودي اكبر رزق من عند ربنا. الطفل ده من عند ربنا رزق عالي، تاخده في حضنها وتهتم بيه، خلاص كده احنا هو الام اذا عددتها. ايوه. بشكرك دكتوره ولاء على المعلومات القيمه، على وعد انك انت تشرفينا ان شاء الله في الاستوديو في الحلقات الجايه ان شاء الله. تسلمي يا قلبي، تسلمي. نرجع تاني لسما. هسمعينا ايه تاني؟ انت قلت لي كام اغنيه؟ أربعة. أربعة مرة واحدة؟ طيب عايزة أغنية تانية بقى، إنجلش ولا عربي؟ في إنجلش وفي عربي. أنتِ قلتي لي بتغني أغنية يا أبو زعيزة؟ يلا ورينا. يا أبو زعيزة قوم صلي، ده أنت فريحي المتوالي، خلي مراتك زعزوعة تلحق تطبخ وتقلي، زعزوعة فين بواجيرك؟ فين حلالك؟ فين مواجيري؟ انا رايح زاوية ابو سوال بدل الجامع والزحمة، على بال الخطبة ما تكر يكون انت طبخت اللحمة، وهجيب لك حاجة تحلي، يا لا 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 يا لا لا لا. بوز عايزة راح صلى ورجع من الجوع يتقلى، لا بواجيره مطفية والحلة كمان مخفية، زعزوعة يا زعزوعة مالك كده ليه مرزوعة؟ قالت له عندي صغطة واللحمة كلتها القطة، الراجل بقى يكافى حط القطة في الكافة، القطة طلعت كيلو واللحمة كانت كيلو، يا بروتة يا مزغطة هو ما فيش عندك رحمة، ادي اللحمة فين القطة وادي القطة فين اللحمة، ادي اللحمة فين القطة وادي القطة فين اللحمة. برافو يا سما. زين، ماما بتعمل معاك ايه في البيت؟ ايه دور ماما في تنمية اهتماماتك في البيت؟ هي ماما بتحاول تخليني حد أحسن. امسك المايك عشان الصوت. ماما بتحاول تخليني حد احسن. حد احسن؟ حد احسن ازاي؟ يعني مثلا بيعرف يعمل حاجات كتير، يعني يعرف يغني، يمثل، يرسم. يعني حد عنده سيلف كونفيدنس، حد عنده ثقة بنفسه، مش كده؟ طب في حاجة هتوريها لنا تاني؟ تمثيل ولا حاجة؟ في مشهد كمان بتاع يلا ورينا يلا ورينا فؤاد المهندس. كلكم واخدة بالك يا دكتور ان
ان الولاد بيستعينوا بالمسرحيات العاليه القيمه الفنيه استاذ محمد صبحي والاغاني القديمه وكمان استاذ فاروق مهندس طبعا يعني ما حدش فيهم استعان باغنيه من الاغاني اللي احنا بنسمعها دلوقتي بيقال عليها المهرجانات مش هنتكلم كتير بقى اتفضل اتفضل هو انا عايزه اسيب المايك عشان اعرف امثلك طب تعلي صوتك علي صوتك يلا وخد كاميرتك اتفضل اللي هو البيغا في مسكرات كاميرتك انا كمان نعم صوتك ها البيغا في مسكرات زي الارض مش بره ومفيش مره من مرات ترسي لك على قره مجنني لما تحب فكرة مني مره كعبك او جوز بني ماشي دب يصبح من منطقة حرة اعقل 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 ورسيلك على القارة ورسيلك على القارة تمام برافو برافو يا زين برافو زي ما شايفين دور الام واهميتها بالنسبة لاولادها في البيت الام لازم تهتم باهتمامات اولادها وبثقافتهم وعلشان كده نزلنا الهاشتاج اللي هو هاشتاج نشاطنا في بيتنا ننمي موهبتنا يلا بعد الحلقة كل أم تقوم تعمل نشاط مع ابنها يبقى هادف ونشاط يكون جميل طبعا وتبعتهولي على www.facebook.com/ميمة الفايق الصفحة هتنزل دلوقتي على الشاشة ومعاها رقم الواتس يا تبعت لي الفيديو لا على يا على الصفحة يا على الواتس في مفاجأة بقى أجمل فيديو وأجمل وأفيد فيديو هيبقى لي جايزة من شركة لاروز لتجهيزات المطاعم والفنادق هيبقى منها جايزة نرجع تاني للسما عايزة بقى أي أغنية إنجليش يلا صوت عالي كده إنجليش بقى يلا يلا They see Ulma da... لا لا علي صوتك. Okay. They see Ulma da a silhouette you sign. Take your hair muddy in place and fourth in nine. You not must that me da a apostas in five. You know I think you see you this is more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. No, I like you still. You make me wanna cry. When I take you see you this was more time. So I say this for me, oh oh. I never seen anybody do that thing to do before. Like say move for me, eh eh. I make it the way that I like it. Bravo, ya Sama. Bravo. Zin. عايزة منك تقول ايه لأصحابك في المدرسة يعملوا ايه في البيت دلوقتي يقضوا الأجازة المدرسية الأجازة في نصف السنة ازاي كلم أصحابك كده قول لهم ان هم يهتموا بصحتهم وما يجيبوش كلم في المايك عشان صوتك ان هم يهتموا بصحتهم يهتموا بصحتهم ازاي بقى يعني ما ياكلوش أكل من بره وما يضيعوش وقتهم على الفاضي وخليهم يصلوا ويعني ويقرأوا قرآن ويلتزموا بالإيه؟ الإجراءات الاحترازية أيوة الاحترازية وما يخلطوش بحد برافو عليك وانت يا سامة يلا وجهي كلمة لأصحابك طبعا انت عايزة تخرجي وتلعبي وكل حاجة انت مش عايزه حاجه انت عايزه تخرجي كل حاجه طبعا يلا وجهي كلمه لاصحابك في المدرسه ان هم يخافوا على نفسهم يخافوا على نفسهم ايوه ان يلبسوا الكمامات ويكون معاهم المعقمات بتاعتهم عشان ما يكونش اي حد وما يلمسوش اي حد عشان لو حد مثلا عنده كورونا ما يتعديش منه دكتوره دعاء عايزه منك توجهي كلمه لاطفالنا ويقضوا اجازه نصف السنه ازاي ان شاء الله تبقى اجازه سعيده
بس في بيوتنا برضه، واللي هينزل ينزل ياخد باله من نفسه جدا، والاحترازات طبعا عشان عدم الاختلاط. نحاول بقدر الامكان قعدنا في البيت بيبقى باستفاده، نزلنا يبقى للضروره، وربنا يا رب يحفظنا جميعا ان شاء الله باذن الله يا رب ان شاء الله. جات لنا رساله من الاستاذ عصام فوزي، مدير التنفيذي لشركه باتول للانتاج الفني. نسمعها. صباح الخير سادة كل مشاهدي ومتابعي برنامج المحور الإعلامية مما الفايق. معكم عصام فوزي شاعر غنائي وسيناريست، مدير تنفيذي باتول اف ام خطط نجاح والتسويق. كل الدعم للبرنامج زي ما احنا تعودنا او دعا هندنا ان احنا بندعم كل الموهوبين، كل اصحاب المهارات. النهارده احنا بنقدم الدعم لرواد البرنامج او مشتركي البرنامج او السادة الموهوبين المبدعين، كان الأستاذة بتستضيفهم في البرنامج او بيبعتوا لها الفيديوهات الخاصة بهم. احنا بنتضامن معاكم ان احنا بنسمع وهنشوف وهنتابع كل حاجة بدقة. كل واحد هيبقى ليه تقييم عندنا معين، اللي احنا شايفينه مناسب لينا في الشغل او احنا نقدر نستثمره في شغلنا كبتقول اف ام، ده نتبناه يعني، هنقول له ده انت تنفع معانا. اللي شايفين ان هو محتاج توجيه، محتاج شكل معين، هنقول له انت ناقصك كذا، تعمل كذا. فاهلا بجميع المبدعين وكل الناس، اللي عنده حاجه يبعتها، اللي هيكون موجود في حلقات قادمه احنا هنتابعه. تحياتي ليكم جميعا، وتقدروا تتابعوا الشغل اللي احنا بنعمله موجود على صفحه مدرسه حب وسلام او صفحه الشاعر الغنائي عصام فوزي. تحياتي لكم جميعا وبشكركم جدا. بشكرك الأستاذة دعاء خبير علوم التربية، وبشكرك يا سما، بشكرك يا زين. إن شاء الله الجائحة تختفي إن شاء الله، والأمور تستقر ونرجع نلعب. بشكركم أعزائي المشاهدين، أشوفكم على خير إن شاء الله السبت القادم. تصحوا بدري، تستنوني على المحور. دمتم لي، تحياتي.